لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا في مسألة تولي الولاية للكفار، فمن احتج بجواز ذلك استدل بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم في توليه خزائن الأرض. وقد ذكرنا أن الاستدلال بقصة يوسف على هذه المسألة على إطلاقها غير صحيح لوجوه، أولها أن هذه واقعة عين تحتمل أن الملك قد أسلم، فلا يكون هذا توليا لولايات الكفار. والوجه الثاني أن شرع يعقوب عليه السلام الذي هو شرع يوسف لم يكن شريعة عامة ملزمة لجميع الناس، ولم يكن إذن يلزم يوسف أن يحكم بينهم بشريعة يعقوب، وإنما اللازم لهم التوحيد. فلا يمكن أن يستدل بذلك على تولي ولاية فيها كفر وظلم وفسق لمخالفة الشرع. والوجه الثالث أن هذا لو ثبت لكان من شرع من قبلنا الذي ورد شرعنا بخلافه، لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كله الذي سبق قراءته. أما الوجه الرابع في عدم جواز الاحتجاج بقصة يوسف في تولي ولايات كفرية أو ظالمة، أن الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة باقية، شريعة عامة منذ بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وباقية مستمر التشريع بها، ليست خاصة بزمن، للأحمر والأسود، والكفار مخاطبون بفروعها على الصحيح من أقوال العلماء. يعني الكفار ملزمون بتفاصيل الشريعة وليس فقط بأن يعتقدوا العقيدة الصحيحة في الله ورسله واليوم الآخر، وأن يبقوا على الشرائع المنسوخة كشرائع اليهود والنصارى، أو أن يبقوا على الشرائع التي اخترعها الناس من غير مستند من شريعة الله. نقول: بل لا يسع أحدا أن يخرج عنها. وإن كنا لا نطالب الكفار في أحكام الدنيا بها إذا عوهدوا، وبل يبقون على ما اختاروه لأنفسهم، ولكنهم في باطن الأمر مطالبون بها، يأثمون إثما زائدا على كفرهم بتركهم هذه الشريعة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن، قال عز وجل، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مع أن كفرهم بيوم الدين والشرك بالله كان هو سبب دخولهم النار ابتداء، لكنهم ذكروا من ضمن أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
فدل ذلك على أنهم يعذبون على تفاصيل الشريعة، يعذبون على أنهم تركوا الصلاة وتركوا الزكاة على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز لنا أن نعينهم نحن أو أن نعمل نحن معهم شيئا يخالف الشريعة ولو في تفاصيلها. يعني بعض الناس مثلا يسألوا لي احنا هنعمل ملابس هنصدرها برة بتاعت نساء بس هي متبرجات، نقول له لا يجوز، لأن هذا من مما هم مطالبون به، وبالتالي فلا يجوز لنا أن نعينهم على المعصية. كما ورد النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وهذا من فروع الشريعة. هم يرون جواز شرب الخمر وصناعتها، وقد حرم الشرع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عنبا من نصراني يتخذه خمرا في موسم الجذاذ فقد تقحم النار على بصيرة. وقال من باع عنبا لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. روايات فيها ذكر بعضها مطلق وبعضها في ذكر النصارى. الخلاصة إذن أن الشريعة الإسلامية لا يجوز لأحد أن يخالفها، فلا يجوز لمسلم أن يحكم بين الناس بآراء اخترعها الناس أو بشرائع منسوخة نسختها شريعة الإسلام وصارت غير جائز أن يلتزم بها أحد، فضلا عن الشرائع المخترعة التي اخترعها الرجال بآرائهم دون مستند من شريعة الله، فهي كفر ابتداء. نقول وهي شريعة شاملة لكل الأمور والمسائل، فلا يوجد أمر في دين أو دنيا يخرج عن حكم من أحكامها، بخلاف ما سبقها من شرائع الأنبياء السابقين، فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي أن يخرج عليها، كما خرج الخضر عن شريعة موسى، وكان موسى صلى الله عليه وسلم على شريعة لا يعني يلتزم بغيرها ولا يلزم الناس جميعا بها، إنما دعا الفراعنة إلى التوحيد والإيمان، وإنما نزلت عليه التوراة فيها تفاصيل أحكام الشريعة بعد هلاك فرعون ونجاتهم إلى البر، نجاة بني إسرائيل إلى البر. إذن هذه الشريعة كان الشريعة التي كان عليها يوسف لم تكن ملزمة، كان يسع البعض أن يخرج عنها، ولم تكن شرائعهم شرائع الأنبياء السابقين شاملة لكل الأحكام، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فليس هناك ما يدل على أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان ملزما أن يحكم في أهل مصر بشريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم أو غيرها، كما أنه ليس هناك ما يدل على أن عمل يعقوب على أن عمل يوسف صلى الله عليه وسلم على خزائن الأرض يتضمن مخالفة لشريعة يعقوب أو يوسف عليهما الصلاة والسلام. وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين بفروع شريعة إلهية زيادة على ما أمروا به من توحيد الله وعبادته، والله أعلم. لهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة أصلا، ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي. هم دول القضيتين اللي البعض بيقول يجوز يتولى مسلم ولايات
للكفار أو ولايات كفرية ولو في بلاد الإسلام التي احتلها الأعداء والتي جرى العمل بعدهم على ذلك، أو أن يتولى ولاية لظالم فيها ظلم. يعني المسألة دي مش مقتصرة على الكفار فقط، بل إنه زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا خازن ولا شرطيا ولا خازنا ولا جابيا. إن يعني أي حاجة فيها معاونة على الإثم والعدوان لا تجوز إلا بشرط سنذكره. القصة الثانية اللي بيستدلوا بيها على تولي الولايات للكفرة والظلمة وإن كان فيها كفر وظلم، قصة النجاشي. أن النجاشي بعد أن أسلم ظل في ملكه، وهذا يقتضي أنه يحكم بشريعتهم، ودي طبعا فيها شبهة أقوى، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة للإيه؟ للنجاشي. فكيف بقي في ملكه يحكم فيهم بعد إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم؟ نقول: ليس هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه، بل الأدلة على عدم وصولها. فمعلوم أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن أحكام الشريعة التفصيلية إنما نزلت بالمدينة في المدينة بعد الهجرة، ولم يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تفاصيل الشرائع. ده هم ما كانوش سمعوا عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر انتصر، ولذلك هم أتوا فين؟ ده هم قعدوا كل المدة دي وفاكرين الرسول عليه الصلاة والسلام لسه فين؟ في مكة. فبالأولى إنه ما يعرفوش تفاصيل الأحكام اللي نزلت في المدينة. وصلوا المدينة إمتى؟ وصلوا سنة 7 في فتح خيبر، وأتوا خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم قد انتهى من فتحها، والرسول عليه الصلاة والسلام أشركهم في الغنيمة تطيبا لنفوسهم بعد يعني غياب طويل. لم يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أي في المدينة فضلا عن تفاصيل الشرائع إلا في السنة 7 من الهجرة، حين قدم جعفر رضي الله عنه ومن معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. فبالأولى وأولى أن لا يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بها، فإن العمل إنما يجب مع التمكن من العلم والقدرة على العمل. يبقى في حاجتين: يا إما هو غير متمكن من العلم، عشان لو هو متمكن من العلم وقصر في طلب العلم يبقى آثم ويبقى ملزم في الظاهر، مع أن احنا لا نكفره إذا ترك شيئا من الشريعة أو من التوحيد مع تمكنه من العلم، لكن يأثم بذلك. فبنقول إيش؟ النجاشي لم يكن متمكنا من العلم، كما أنه لم يكن قادرا على ذلك لو علم، لأنهم ما كانوا يتركونه يطبق فيهم ذلك، فهو عاجز عن أن يطبق وغير متمكن من العلم، فهو لا يأثم. إذا لم يكن يتمكن من العلم، إذا لم يتمكن من العلم أو كان عاجزا عن العمل لم يجب عليه، والله المستعان. أما حكم المسألة فلا بد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه. فالوظائف التي تتضمن إقامة الكفر والباطل والظلم كالإمامة مع لزوم إقامة أنظمتهم الكفرية، يعني هو هيتولى لهم يبقى رئيس الوزراء مثلا، بس هم عندهم تحكيم
القوانين الوضعية بتاعتهم اللي فيها إباحة الزنا وإباحة اللواط وحقوق المثليين كما يسمونها والربا وحرب الإسلام. يعني من ضمنها الوظائف الحربية، فيقود الجيوش ويعني يحاربون المسلمين. فالمشاركة في الحروب التي غايتها إعلاء الكفر، ده الشرك، مشاركة بس فضلا عن القيادة، التي غايتها إعلاء الكفر والشرك بالله والإعانة على ذلك، كل هذا من أعظم المحرمات، بل هي من الموالاة. إذا كان في قتال المسلمين فهي من الموالاة التي حكم الله على أصحابها بالكفر. فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. وقال: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني الكفار وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، يعني ليس متمكنا من أداء الواجبات وترك المحرمات. قال: فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وعن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه البخاري. هؤلاء الذين قتلوا ببدر ألقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في قليب بدر ولم يدفع لهم دية، ولا أمر أحدا من المسلمين أن يصوم شهرين متتابعين لأنه قتل مسلما خطأ، بل عاملهم معاملة الكفار وهم كفر، دل ذلك على كفرهم. ألقاهم في قليب بدر وفي اليوم التالي قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ولم يفرق بين هؤلاء الذين كانوا يريدون حرب الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، وبين الذين خرجوا مجاملة لآبائهم الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فكيف بمن يقود الجيوش لاحتلال بلاد المسلمين ولقتلهم وتخريب بلادهم؟ روى ابن جرير بسنده عن أكرمة في هذه الآية قال: نزلت في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث بن زمعة ابن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي ابن أمية بن خلف، زي ما انتم شايفين كده أسماء أبناء كبار المشركين. قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان من ابن حرب وعير قريش ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارا
ورجعوا عن الإسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم. رجعوا عن الإسلام إزاي؟ بأنهم خرجوا في صف الكفار. وعن السدي قال: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افد نفسك وابن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني اللي اتأثروا منهم لو كانوا مسلمين ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام هيستحل شيء من مالهم ان هم يدفعوا الفداء. ده عم النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يفدي نفسه وابن اخيه عقيل بن ابي طالب. العباس كان اسلم، بس الخروج ده جعل ذلك كفرا. ها؟ نزع الصحابة. لا، مش في دول، في حاجة تانية. فوضح بما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الكافرين مقاتلا للمسلمين. طبعا لمن بيخرج في قتال الكفار مع كفار تانيين زي بتوع روسيا دلوقتي، الشيشان بيحاربوا مع روسيا ضد أوكرانيا، وبعضهم بيحارب مع أوكرانيا ضد روسيا، كلاهما غير جائز، وإنما يكون كفرا إذا حارب الإسلام، بل هذه من الكبائر. نقول: حكم المشركين يجري عليه في جميع الأحوال، قتل أو أسر. وهكذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه. يعني واحد كاره غير مكره، مش عشان ده غصب عني، والله غصب عنك، ده حد مسك لك سكينة، حد قال لك هنقتلك، مع ان هذا الامر لا يحل به قتال المسلمين. فلو قالوا هنقتلك ما يقتلش مسلمين. ولا، والظاهر في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب نزولها أن حكم الكفر ينطبق عليهم أيضا في الآخرة، لأن الله حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يدل على خروجهم منها، بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس فقال: المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني إن كان هذا هو بعض الاختلاف ثم زال، فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. ده نص القرآن على وجود الاختلاف بين المؤمنين في هؤلاء المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال ذلك، قال ابن عباس، أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين
لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم لذلك. فكانوا فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفرقتين عن شيء، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والشاهد منها قول المؤمنين فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، ونزلت الآيات بموافقة هذه الطائفة من المؤمنين لقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا إلى آخر الآيات. لذا قال السدي إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم. يبقى إظهار الكفر ده كان إيه؟ القتال في صف الكفار. لذلك هذه الولاية من أخطر الولايات، أن يتولى ولاية قتال المسلمين، أن يتولى الإمامة واتخاذ قرار الحرب ضد بلاد المسلمين. طب كيف سموا منافقين وكفار في نفس الوقت؟ قلنا ما ذكره السدي أنهم منافقين باعتبار أنهم لا يزالون يظهرون الإسلام وبيقولوا احنا مسلمين ويتكلموا بالشهادتين، ولكن يكفرون ويستمرون على قتال المسلمين، مستمرين على قول لا إله إلا الله وبقتل المسلمين. وهذا ترجيح ابن جرير أن هؤلاء سبب نزولها. أما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فإما باعتبار حالهم السابق، يعني كانوا منافقين، وإما باعتبار تكلمهم بالإسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام. قال ابن حزم من لحق بدار الكفر والحرب محاربا لمن يليه من المسلمين، والمختارا يعني بإرادته مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها، له كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين إذا لحق بهم، إذا خرج محاربا لمن يليه، يعني هم مسلمين لكن لما خرجوا في القتال ضد المسلمين بقوا كفار، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال، ما عندوش وسيلة مواصلات، ما عندوش فلوس يركب، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق، الطرق مسدودة وجسمه مش هيقدر يحمله، قال فهو معذور. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. معين لهم على ايه؟ على القتال، مش بيكتب اي حاجة او بيخدم في اي حاجة، لا ده بيخدمهم في القتال، يعني جندي متجند في وظائف لوجستية زي ما بيسموها، هو جندي ولكن وظيفته
خدمة الكفار إعداد الطعام والشراب ونحو ذلك، بينص يقول فهو كافر، وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، هو قاعد هناك عشان يجيب فلوس، وهو كالذمي لهم، هو بالنسبة لهم زي الذمي عندنا، خاضع للإيه؟ للقوانين. يقول وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين، يعني هو يقدر يهاجر وقاعد. قال فما يبعد عن الكفر، مش بعيد، بس كلمة مش بعيد عن الكفر دي مش زي ايه فهو ايه كافر، لا ده هو كده معناه من لسه مسلم بس ايه قرب، لانه قال ما يبعد عن الكفر، مش بعيد عن الكفر بس لسه ما دخلش في الكفر. قال وما نرى له عذرا، لا يرى له عذرا في البقاء، لانه الا لو كان هناك كده انتهى كلام ابن حزم، الا لو كان هناك لمصلحة للمسلمين، يعني اذا كان لا يقاتل المسلمين وانما يقيم لمصلحة للمسلمين، ويعني أن يكون مثلا يتعلم علما أو يعمل عملا فيه يعني حاجة للمسلمين وليس يمكن أن يتعلمه أو يعمل به إلا أن يبقى هناك، أو أنه يبقى هناك لدعوة إلى الله أو لإنقاذ المسلمين هناك من الهلاك والكفر. فمن بقي بهذه النيات فليس بآثم. وقال أيضا وليس كذلك، لكلام ابن حزم بقى بيفرق بيقول ليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية، غلاة الشيعة اللي هم الباطنية اللي كانوا زمن ابن حزم بيحكموا مصر اللي هم العبيديين المسمون بالفاطميين، دول هو بيقول دول كفار أهل كفر. يقول ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقروان، دول كانوا كل دي الدولة العبيدية وغيرهم، فالإسلام هو الظاهر. بيقول ليس كافرا من كان في طاعة هؤلاء، مش زي اللي في طاعة الكفار المعلنين بكفرهم. بيقول فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك، على ما هم عليه من الكفر، لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. وكان زي العلويين، زي نظام الأسد، هذا هذه الطائفة بلا نزاع بين المسلمين كافرة، هؤلاء يؤلهون علي بن أبي طالب، ومعلوم حالهم بلا شك من الباطنية الكفار. فبيقول المسلمين اللي عايشين في سلطانهم ليسوا كفارا، مش بس عايشين كده، بيقول بل في طاعتهم. ليه؟ لأن اسم الإسلام هو الظاهر، وبالتالي لا يجزم بأنهم يطيعونهم في الكفر، هم مش عارفين حالهم، هو اسم الإسلام الظاهر خلى الناس ما تعرفش، لذلك أخطأ خطأ بينا من يكفر الجنود والضباط وغيرهم لأن الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، لأن اسم الإسلام هو الظهر. وبالقطع لم يصل أكثر هؤلاء الحكام إلى ما وصل إليه الباطنية الذين يتكلم عنهم ابن حزم. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر، التي تؤدي إلى الكفر، زي الشيعة، قال فهو ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر،
هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير دين الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وسائر الشرائع وإقام الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. والحمد لله رب العالمين. كتاب المحلى جزء 11 صفحة 199 فما بعدها. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.